السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده ريل وشريط كاسيت أكاي، ريل وشريط كاسيت أكاي. الموديل بتاعه جي إكس شرطة 1900، جي إكس شرطة 1900. شغال ريل بيشتغل على الاتجاه واحد اتنين أغنية، الاتجاه دوت اتنين أغنية، وكمان في شريط كاسيت. الجهاز وزنه متوسط 18 كيلو، ممكن يوصل ل 20 أزيد أقل. جهاز تقيل. اطار الخشب اهوت كامل، اتنين سماعه شمال وسماعه يمين، وكمان بيشغل سماعات خارجيه امكانيه التوصيل عليه، ونشوفه مع بعض. This device is Akai tape and rail made in Japan model GX-1900 made in Japan. The brand is Akai. وش تاني هو وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده ريل وشريط كاسيت اكاي، الموديل بتاعه جي اكس شرطة 1900، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا.